مسجد الصحابي خالد بن الوليد في قرية المارونيات في ريف سلمى، أسس في عام 1918، يعتبر من أقدم المساجد في ريف اللاذقية في جبل الأكراد. المسجد دمر بالكامل نتيجة القصف المتواصل. طبعا هذه القرية مهجورة حتى المقرة أصيبت بعدد كبير من الناس. الله أكبر. طبعا القصف لا يتوقف عن بلدة سلمى وقرها في ريف اللاذقية. في قرية المارونيات بلدة سلمى المسجد مدمر بالكامل نتيجة القصف المتواصل من عصابات الأسد. يعتبر من أقدم المساجد في البلدة وفي ريف اللاذقية، دمر بشكل كامل كما تلاحظون، فهو مواجه للدبابات. هنا الدبابات متمركزة في مرصد بارودة وتقوم بقصف المناطق بشكل دائم. الله. المسجد مدمر بالكامل نتيجة القصف. وصلت للسماع. هذه مأذنة المسجد وهي مدمرة نتيجة القصف. الله أكبر. هذه أحد مساجد ريف اللاذقية. هناك عدد كبير من المساجد دمرة نتيجة القصف. هنا مسجد البلدي، المسجد الكبير المسجد الكبير في بلدة سلمى. كان له نصيب كبير من القصف. ويستهدف بشكل دائم. هذا مسجد البلدة الأساسي. تعرض للقصف عنيف جدا. ودمر جزء كبير منها. القصف تواصل على المسجد. طبعا بجانب على المسجد يوجد مدرسة.
المدرسة أيضا قصفت. هذه مدرسة سلمى الأساسية قصفت وهدمت نتيجة الحقد إلى عصابة الأسد. مدرسة سلمى جزء كبير منها مهدم نتيجة القصف المتواصل بالدبابات والمدفعيات. القصف لا يتوقف عن بلدة سلمى. مساجد شيخ الله القيا ايضا مدمرة نتيجة القصف والبراميل المتفجرة. صور التصدع هون بشوف هون، وهذا التصدع كثير مهم مع الخزان مع الكذا كيف هون كيف تماما، وهلا هيك كمان بيظهر. من هون من الابعد بانوراما مسجد ليك بس بنو غيره مهم. هذا احد مساجد السهيفة الخزانات. خذ الله خذ ظريفه خزانات هيك الخوخه كيف ما زهره. قرب الصوره وصور. ما بدي بزوم لك انزل لعنا. روح بلا عملنا صور تفضل الى الرحيم ونضرب كيف مع الله يطلع مع الممالك يطلع مع الممالك يطلع مع الممالك. طبعا هذا مصير مساجد فرقة الله بالخيا. عدد كبير من المساجد دمر نتيجة القصف المتواصل. خزانات تفجرة طيران لحرب الميك. طبعا المسجد لهذا هجر ولم يعد صالحا. الله اللاذقية مساجد مدمرة كريف اللاذقية. بناء البلدة القديم أو القلعة الأثرية في بلدة سلمى هدمت نتيجة قصف متواصل عصابة الأسد. هذه كانت تسمى القلعة الأثرية وهي قلعة من عهد صلاح الدين الأيوبي. دمرت أغلبها نتيجة القصف. هذا مسجد بلدة سلمى القديم، مسجد البلدة القديمة، وهو مسجد أثري يعود عهد بنائه إلى عهد صلاح الدين الأيوبي في فتوحاته وحروبه ضد الصليبيين. طبعا المسجد أثري وقديم جدا. دمر بشكل كامل نتيجة القصف المتواصل على البلدة. طبعا هنا بناء البلدة القديم، كل هذه البيوت تهدمت نتيجة القصف. طبعا هذا هو. طبعا
والاستعداد للمئذنة. قاعدة كبير من الصواريخ وقذائف الدبابات. المسجد مكشوف بشكل مباشر للدبابات التي تقوم باستهدافه وقصفه. المسجد ظهر جليا آثار القصف، الدبابات على المسجد. طبعا الجزء الأثري دمر بالكامل. هنا الجزء الحديث من المسجد، هذا الجزء أيضا دمر وهجر. يتميز المسجد بقدمه طبعا. هنا هنا البرج الذي يقوم بقصف بلدة سلمى بشكل يومي، برج السربة الذي حاولت قوات المجاهدين والثوار تحريره وحررته، لكن استطاعت عصابات الأسد استعادة السيطرة عليه. هو مشرف على البلدة بشكل كامل ويقوم بقصفها. من آثار القصف هذه مأذنة المسجد. أيضا دمرت هذه القبة القديمة للمسجد. تميز بلدة سلمى بارتفاعها العالي عن سطح البحر.